تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا من اسطنبول، من أحد يعني المشاريع الآن بنصورها في داخل مجمع بير اسطنبول. هنا شقة للبيع، ولكن ده تصوير مبدئي من عند المدخل. هذا المدخل طبعا بوابات إلكترونية بالكامل زي ما انتم شايفين. هذا مثلا سيارة جاية تدخل، ما يدخلوها إلا لما يتأكدوا من صاحب الشقة اللي هو رايح لها، أي شقة أو أي مكان. طبعا حراسة، وهي الكاميرات زي ما انتم شايفين، هذه الكاميرات اهي. الحديقة طبعا مدخل من هنا مباشرة للملاك، يدخل الموقف هنا مباشرة، ودي الحديقة الخارجية. والآن إلى الشقة. مش هذا طبعا، احنا الآن زي ما انتم شايفين ده الواجهة الخلفية. يعني انت جوه المجمع هنا شارع كامل، بس الشارع اللي بره يعني حجم خدمات هنا ضخمة جدا في المجمع. كل ده داخل المجمع. صور الخدمات كامل وكل التفاصيل. منطقة سبارتاكولا. طبعا كل شقة من المجمع انتم شايفينه له موقف من هنا خارجي. دي المواقف الخارجية، واقفين السيارة هنا بتاعتنا، هذا موقف خارجي، وفي كذلك مواقف داخليه من هنا. هذا السلم المدخل بتاعها من هنا تحت المباشره. طبعا مساحه واسعه جدا، مساحه الارض واسعه، فبالتالي عرفوا يستغلوا فيه موضوع الخدمات. نشوف هنا المدخل. طبعا بوابات الكترونيه، بوابات الكترونيه من هنا هندخل بيها. وهنا في عندك لكل شقه في صندوق بريد. صندوق بريد بيتحط فيه ايه؟ بيحطوا فيه طبعا نظام. في تركيا هنا كل شهر بيجيب لك الكهرباء بتاعتك، يحطها لك هنا عشان تكون عارفها، ولو في اي امور بريد او اي حاجه زي كده بيحطها لك. زي ما انتم شايفين بيدعموا اللغه العربيه دايما. وهنا حاطين طبعا كل دور وموقع الشقه. بوابات طبعا زي ما قلنا، بوابات الاثنين انتركم، هتدخل رقم الشقه بتاعتك، وانت بالانتركم هنا العدسه هو هيشوفك فوق وهيفتح لك او مش هيفتح لك. الحين نفتح ونشوف مع بعض ازاي نفتح مع بعض. زي ما شايفين كل شقه لها زي المفتاح الكيبورد او اللي هي الشريحه، تفتح كده تفتح مباشره. طبعا شايفين الرخام. والله احنا اهملنا المدخل، شايفين المرايات عامله ازاي والشغل. ما الحين نصور، الحين نطلع فوق ونصور من فوق عشان نلحق قبل الضباب. واحنا في الدور الثامن. طبعا البرج ما شاء الله 16 دور. طبعا هنا هو هنا حاطط لك خريطه بكل دور فيها كام شقق. كل ما يكون دور فيه شقق اكتر فبالتالي مساحات الشقق اصغر. احنا الدور الثامن فبالتالي عندنا كام عدد شقق، هنا اقل عدد شقق، فده بيديك ان هي شقق كبيره في هذا الطابق. حتى في الاسانسير في حراسه. هنا الاسانسير، وده هنا مدخل. طبعا عندنا اثنين اسانسير مش واحد، اثنين. وده هنا باب الشقة زي ما انتم شايفين، باب مصفح وطبعا ضد الحريق، كذلك في بدل الترباس ترباسين، وطبعا حاجات كلها سيستم كله اوروبي بالكامل. هذا من امام المدخل بتاع الباب مباشرة. بسم الله ما شاء الله، اسال الله يبارك للبائع ويبارك للمشتري. طبعا هنا اول ما ندخل مباشرة عندنا الباب الاول، ده هنا مخزن مستودع. قبل ما نتكلم عن المستودع، فاكرين لما كنا من تحت وكان في انتركم، هذا بتاع البوابات الانتركم بحيث يظهر الصورة. لو انت مش عاوز تفتح له اصلا ما تفتحلوش، يعني تتجاهل الموضوع. طبعا كل شقة فيها اللي بيسموها السمارت فون ده او السمارت بيلدينج، بحيث انت هذا السمارت لو هم حتى عايزين يتصلوا عليك من البوابة الخارجية اللي بره خالص، لو اتصلوا عليك فاكرين التاكسي واحنا داخلين يتصلوا بيك، تشوف انت التاكسي، الراجل ده انا عايزه مش عاوزه كده. يبقى كده اول ما ادخل شوف مرة ما شاء الله واسع، تقريبا عندك متر ونص او مترين الا كمان. هنا عندنا في حمام، هذا حمام. وهنا في عندنا دواليب كبيره. طبعا هي الدواليب ورا الباب مباشره، بيكونوا حاطين هي بتكون للتخزين. طبعا هو اساسا محطين عشان يخبوا الكهرباء، ولكن انت بتستعملها كتخزين طبعا زي ما انت شايف، اي امور زياده عندك
طبعا هنا في تركيا في عندك طبعا موضوع الشتاء والبرد، فاحيانا بيستعملوا تحط فيها الاحذيه، تحط فيها الجاكيتات، تحط فيها العده بتاعتك زي ما انت عارف. شايفين الادراج قد ايه؟ والله مساحات تخزين يعني ما شاء الله مساحه كبيره، يعني ممكن واحد ما يحطش هدوم في الدولاب في غرفه نومه يستفيد من هنا، بيوفر مساحه. يبقى كده احنا دخلنا عندنا هنا خلصنا المخزن وخلصنا الحمام، وهذه الصاله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يا رب يبارك البائع ويبارك المشتري. طبعا شايفين مستوى الفينشنج بتاعهم عامل ازاي؟ حاطين هنا حتى في الصاله حاطط لك بوابه عشان يفصل لك الصاله عن باقي البيت، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحين ندخل الباقي ونشوف. ندخل هنا، الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا البيع بالاثاث، يعني اسكن فورا الان. طبعا هنا عندك في مكيف، قلنا تركيا في الاجواء بتاعت تركيا ما يحتاج مكيف، بس كذلك عندك الخدمه انت موجود. دفايتين اهم، طبعا الدفايات هنا غاز، غاز يعني عفوا دفايات ميه، مو زي البوسنه الدفايات يقول لك والله كهرباء وما كهرباء، هنا ميه بتيجي ميه سخنه على طول مباشره. شايفين البلكونه؟ احلى حاجه في البلكونه دي انا بحبها صراحه، اللي عنده اهله معاه هاي البلكونه بيسموها بلكونه عائليه، فيها خصوصيه زي ما انت شايف، ما حد يشوفك من اي جنب من اي طرف. طبعا هنا صاحب الشقه هو مركب الازاز ده عشان البرد. تذكروا لما قلنا موضوع المكيف ما يحتاج مكيف، الجو فعلا برد، وانت هنا في الدور الثامن. اوه ما شاء الله على المنظر، الله اكبر على الفيو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا هذا المسبح، هذا مو مسبح مجمع، ده مسبح نادي اولمبي، يعني شوفوا ما شاء الله عرضه قد ايه، الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. شايفين الحديقه؟ يعني نقرب شويه كده. طبعا الميزه في البيت ان انت عندك بحيره اطلال على بحيره بيوت تشوك ماجا اللي هي بيسموها البحيره القبطيه. طبعا من هنا المطار تقريبا 40 دقيقه تقريبا، انا اخدت من منطقه كايا شاهير لحد هنا تقريبا اخدت 20 دقيقه، من كايا شاهير للمطار 20 دقيقه تقريبا كمان. هذا مجمع من اشهر المجمعات، شايفين المساحات اللي موجوده دي هنا فوق في الاحمر والاخضر والاصفر. ما اتكلمنا عنها دي، كل دور لها مساحه زي كده، حتى في العماره هنا منطقه خدمات للدور، يعني مثلا عايز تطلع مثلا مع اهلك تقعد تشوي، تقعد زي جلسه ديوانيه، عاملين حفله، عندك كل ممكن كل الاختيارات تعملها. اللاندسكيب هنا كبير جدا، مساحات والخدمات في المجمع ضخمه جدا. ده شيء كويس. كده خلصنا البلكونه، هذه الصاله. طبعا مهما كان العدسه او الكاميرا بتصور، لكن صراحه التصوير يعني ما شاء الله على الواقع افضل كتير من انك تشوف بعينك. انا عاجبني الكورنر جدا ده صراحه، ما شاء الله زوم راقي جدا ومرتب وكلاسيك، بيسموه شغل وزراء يعني. واضح ان صاحب الشقه ملك. واخدين بالكم من ورق الحيطه؟ على كل بيت ورق حيطه. طبعا ورق حيطه بيكون اغلى حاجه. شايفين ده كمان؟ ده هو للحريق، شايفينه؟ الله لا يقدر، ولكن عندك سيستم حريق متكامل للبيت. طبعا الباب في الازاز يعني بالتالي اغلى من الباب الخشب، بس شوف حتى الديكور بتاعه ازاي، مديك واسع وفاصل تماما عن باقي البيت بالكامل. احنا دخلنا من هنا، مراجعه سريعه، مخزن، الحمام، نكمل هنا عندك، هنا عندك المطبخ ما شاء الله، المطبخ الله اكبر ما شاء الله، مطبخ كبير جدا واسع. طبعا تلاجه بوش، يعني بوش يعني الماني. شايفين مساحه التلاجه قد ايه؟ هنا عندك، يعني عندك فرن. طبعا ده الفرن الغالي، فرن هذا الفرن كهرباء، شايفين عفوا الشوله، وده الفرن ده معاهم مباشره. وهنا عندك غلايه صحون، هذه هي غلايه صحون، هذه تفتحها شايفين. وفي هنا كذلك عندك بالكامل طبعا كل منطقه، هنا عندك طبعا بارد والحار وكل شيء. شايفين ده؟ عارفين ده بتاع ايه؟ نسمع الصوت مرات. ده لو انت كبيت اي امور هنا، بقايا اكل ولا حاجه، يفهم من تحت ايه بقايا الاكل. طبعا هذا المستوى من البنى حاليا في تركيا بهذا الشكل، يعني اصبح مستوى رفاهيه جدا، لان كان الاول كان بيعملوه جدا كتير، دلوقتي طبعا ما عاد بيعملوه بهذا الشكل. شايفين الدواليب قد ايه؟ شوف الإطلالة، شوف الإطلالة، الله أكبر ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك يا رب صاحب الشقة. شايفين الشباب بيلعبوا هناك تبع نفس المجمع،
هنا طبعا في نقطه مهمه، عندك في جسر يربط المجمعين مع بعض، شايفين الجسر؟ هذا الجسر اهو، هذا رابط ما بين المجمعين مع بعض. المجمع هنا بيسموها بير اسطنبول واحد، وعندك بير اسطنبول اثنين، فالمجمع ده مربوط ببعضه، يعني عامل يعني كوميونيتي او مجتمع داخل مدينه كامله، مدينه داخل المجمع. الجسر طبعا عايز تروح تلعب هناك في السله والباسكت وكده، تروح عندك اختيار الموجود زي ما انت عاوز، كل اختيارات متاحه بالنسبه لك. شقق للبيع في هذا المجمع اصبح الموضوع نادر جدا. كان دي الشقه الوحيده اللي احنا شفناها الان. شكل المطبخ نشوف مع بعض بعد ما خلصنا مطبخ. طبعا المطبخ عرضه تقريبا انا شايف يعني ما نقل 4 متر بالعرض، والعمق 6-7 تقريبا، مش جايب معايا القياس، القياس في البوسنه. هنا عندك المدخل، هنا عفوا الممر. شوف هو فاصل منطقه غرف النوم عن المنطقه الخلفيه، المنطقه الخلفيه اللي ورانا اللي فيه الصاله والمخزن وعندك الحمام. هنا عندك في غرفه ما شاء الله رختك، يا الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله رختك. طبعا ورق حيطه زي ما قلنا، كل غرفه لها ورق حيطه منفصل عن الثاني بذوق مختلف. هذه الغرفه الاولى خلصناها، وهنا عندنا ده حمام، هذا مش حمام، ده صاله كمان، حمام واسع. شايفين انا الحوض قد ايه مساحته، مساحه ضخمه جدا. طبعا النظام الداخلي بيكون اغلى من الخارجي، وطبعا كذلك الحمام فيه تدفئه، شايفين، وكل زي ما قلنا بالميه الحاره اللي جايه من الدوله، بتاعي التكلفه عليك اقل. يعني انت مش مستني بوتين والله يلغي عليك الغاز وما يلغيش الغاز، انت عندك ميه حاره جايه من الدوله. شكرا. هنا عندك وطبعا تركيا، طبعا انتوا عارفين يعني هي هتكون المصدر الاساسي لتوزيع الغاز على اوروبا بكل. هذا هو الاطفال والفيو. واحد صراحه كل شويه يتفرج على فيو المسبح، انت تقعد بس قدام فيو المسبح ده تتفرج، ما تعملش حاجه ثانيه. الله اكبر ما شاء الله اكبر ما شاء الله. قعدة الأطفال جميلة تحت صراحة. الواحد يعني لما يفكر إنه يسكن في مكان، يسكن في مكان له لأسرته، ما يفكر لحاله، ما يقولش أنا عاوز إطلالة نفسي، لا عاوز إطلالة وعاوز مكان حتى أسرتي تستفيد منه. شايفين الدولاب عامل إزاي؟ صراحة أنا شايف حتى الأثاث يعني جديد، مو متهان يا جماعة، الأثاث حتى ما في خربوشة، ما في خربوشه، ما في اي شيء. بس الله يبارك له يا اخي والله. خلصنا الغرفه وخلصنا الحمام الكبير اللي قلنا عليه. الان نشوف هالغرفه. طبعا الغرفه دي البائع قال لي معلومه مهمه جدا عليها. قال لك اللي هيسكن هو اللي هينام عليها. يعني ما حد نام عليها. المرتبه انا اول واحد احط ايدي عليها هو الحين. شايفين؟ ما شاء الله، انت اسكن فورا. شايفين الديكور عامل ازاي؟ حتى الديكور بتاع الغرفه ما هو ديكور اي كلام، يعني الرجال راح اشترى اي شيء، راح عرف يجيب المقاس الكبت من هنا لحد هنا لحد الجزء ده بالظبط عشان هو ما يغطي المساحه. يعني يا جماعه الرجال مهتم حتى بادق التفاصيل. شايفين ورق الحيطه هنا لون وهنا لون، بحيث عامل مع بعض. طبعا ده شغل يعني صراحه مرتب، نحب احنا الشغل كده. هنا الشباك، مش شباك واسع ازاي، بص الصوت فيه عازل. طبعا كل الشبابيك دبل، هذا بالورق بتاعه شايفينه، لسه للحين ما اتشال الورق بتاعه. يعني تاني وتالت ورابع، صراحة الإطلالة جميلة. شوف الحدائق تحت دي. هنا طبعا في هايبر زي ما انتم شايفين، هذا هايبر ماركت. طبعا هذا الطريق السريع بيسموه الاي بيش وفي خمسة. وهنا عندك طبعا هنا كل المنطقه دي فيها خدمات، عندك صيدليه، هاي الصيدليه شايفين الصيدليه، هنا ترمي السناره وتجيب الدواء بتاعك. وهنا عندك هذا السوبر ماركت، كل شيء تجيبه بالكامل. طبعا ده غير ان الدليفري مفتوح معاك، تصف التليفون يجيبوا لك اي شيء. لو عايز تتمشى هذا الباب اللي احنا صورنا منها تتذكروا، عليك لك ما فيش دقيقتين كانك رايح الماركت وراجع. هذا الدولاب، شايفين حجم الدولاب قد ايه؟ طبعا كل حتى المخدات الرجال شاري اغلى حاجه، مو شاري رخيص، شاري حاجه نفسه يا جماعه، مو شاري حاجه يبيع ولا يستثمر ولا كلام من ده. طبعا هاي الغرفة التانية خلصناها، قلنا هاي الغرفة الأولى وهاي الغرفة التانية. طبعا في ميزة مهمة أنا عايز أقول لك عليها، الغرفة الماستر النهائية، احنا قلنا 3 غرف عندنا،
وثلاث حمامات، هي غرف ماستر معزوله اوريدي، ولكن ايضا ممكن تعزل كل الجناح النوم ده كله وتعمل باب في هذه المنطقه. لو عملت باب انت فصلت كل ده بالكامل عن كل منطقه النوم. تشوف هذه الغرفه الاخيره، هذا الحمام. يا جماعه الحمامات كبيره جدا، يعني الان تشوفوا الان المباني الموجوده في تركيا لما يجي ابن حمام بيحط الحمامات نص ده بالظبط، نص او ربع. هذه الغرفه اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اسال الله يبارك لنا. شايفين عامل ازاي؟ تتذكروا مره اتكلمنا قلنا اللي تحط مرايه عند عكس الشباك عشان تشوف الاطلاله في المرايه. نطلع هنا البلكونه، نفس البلكونه اللي شفناها اول مره في الصاله، تتذكروا لما اتكلمنا على اول بلكونه في الصاله وقلنا عليها، وكان بلكونه داخليه هي نفس الموضوع بالظبط. هنا هذا هو وهي الاطلاله. طبعا هذا السوبر ماركت اللي انتم شايفينه، هذا اكبر سوبر ماركت في المنطقه، هايبر ضخم جدا يعني. بلش الاجواء، احنا دخلنا هنا زي ما قلنا والمواقف كلها من تحت، وكل عماره في العاب اطفال فيها. شايفين هذا الورق الحيطه لفت نظري، شايف؟ صراحه انا اول مره اشوف هذا بهذا المستوى يعني. شايفين؟ ستاير غاليه جدا. البيت بالفرش طبعا، ها كامل. شايفين الدواليب تبقى عامل ازاي؟ سحب، شايف؟ عشان ما ياخد مساحه من الفتح في المكان البيت. شايفين هذا هو؟ سامعين صوت ال يعني حتى بالستيكر بتاعه. طبعا عمر البيت تقريبا من بداية 2016 تقريبا، يعني احنا صرنا تقريبا 4 سنوات 6 سنوات تقريبا، 6 سنوات رجال راعي البيت ما سكن في البيت أكثر من 6 شهور. عارفين يعني إيه ما سكن عن 6 شهور؟ يعني بيت جديد زي ما أنتم شفتوا بالاستيكرات اللي على الشبابيك. يعني أقول أنت شاري بيت، يعني بنسميه عندنا في مصر بيقولوا بشوكو، بشوكو يعني لسه حتى ما حد استخدمه. شايفين الباركيه شايفين ما شاء الله، وعين الرجال ما شاء الله يعني عجباتكم ايه، يعني بيحب اغراض تكون مرتبه وما في اولاد وما في اطفال وما البيت ما في بهدله. الصراحه القعده والفيو هنا جميل ما شاء الله. شايفين هذا الشارع يعني، وهذا اكبر ماركت في المنطقه دي. طبعا في خدمات جوه المجمع، عندك هنا حمام سباحه في هذا المجمع في هذا المبنى، عندك حمام سباحه وحمام بخار وعندك فيتنس وعندك جاكوزي وعندك حمام تركي غير حمام السباحه الخارجي يعني غير ده كله. طبعا في معلومه مهمه صاحب البيت قايلنا عليها، بيقول لك ان هنا المهندس او المهندسه اللي عملت البيت سوت البيت بالكامل، وكان عامله المفروض في زي الواح اللي هو بيسموها عفوا البراويز والصور وهي الامور، بس طبعا لما صارت كورونا ما كملوا، بالتالي يعني البيت كان لسه ناقص له اشياء ما ترتبت، يعني مثلا البرواز هنا تحط هنا صوره وكده، هاي امور ما خلصوها، ولكن وقت ما يخلصوها البيت شايف البيت ما شاء الله ممتاز، مش محتاج ولا صور ولا محتاج شيء يعني. كده احنا خلصنا التصوير. مساحه البيت بالكامل تقريبا انا شايف 170 متر تقريبا او 172 متر تقريبا، ولو ان هي المساحه اللي هو معلن عنها، لان الجماعه هنا في تركيا ما بيحسبوا البلكونات، ما بيحسبوا الفواصل. فانا وجهه نظري على المساحه انا شايفها لو انت استاهل بالاجمالي عندنا يعني بالشغل بتاعنا متعودين عليه في البوسنه ما لا يقل عن 180 190 متر، ولكن وفق العقد الرسمي 192 متر. غرف كبيره، كل غرفه تكفي شخصين اقل شيء. مراجعه سريعه مره ثانيه، احنا هنا في اسطنبول نبعد فقط عن مطار اسطنبول الاساسي 40 دقيقه فقط، نبعد عن طريق الايبش او الطريق الرئيسي تقريبا اقل من نص كيلو، تكون انت على الطريق مباشره. انت هنا في المبنى هنا مباشره عندك كل الخدمات حواليك زي ما صورنا، صيدليه، سوبر ماركت، خدمات، طبعا في قلنا مسبح وعندك ساونا، كل الخدمات اللي تحتاجها ليك انت واسرتك بالكامل.
شقة من الفرص المميزة جدا في اسطنبول بهذا المستوى، ما تلاقي الشقة صلها 6 سنوات أو 7 سنوات ولكن هي استعملها فقط 6 شهور، ما راح تلاقي هذا العرض كتير بيتعرض في تركيا. الشقة بالأثاث بتاعها يا جماعة، الأثاث ما استخدم، يعني الرجال اللي اشترى البيت بتاعه وحط الأثاث وحطه ليك أنت اللي هتشتري، أنت راح تستخدمه. هذا نصيب كل واحد سبحان الله كتاب نصيبه. بس الله يبارك البائع والمشتري. لا تنسى دايما ضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع، ولا تنسوا دايما التواصل معي أنا المهندس علي وفريق عملنا. تحية ليكم من اسطنبول في جمهورية تركيا، والسلام عليكم ورحمة الله.